ايه هو التبادل الطاقي؟ ايه خطورة التبادل الطاقي؟ اذا فقدنا طاقتنا ازاي نقدر نستردها؟ وازاي نحافظ عليها اصلا علشان نتجنب فقدها؟ اعملوا شير ولايك وسيبوا الفيديو، لانه كالعادة فيه تفاصيل جدا مهمة. وبسرعة تعالوا نبتدي مع بعض. احيان كتيرة بنحس فجأة باحاسيس مزعجة او احاسيس مؤلمة او مشاعر سلبية، مع ان ما بيكونش حصل اي شيء ابدا، وده بيبقى سببه ان حصل تبادل طاقي ما بيننا وما بين اشخاص تانيين واحنا مش واعيين بده. احيانا بيكون التبادل الطاقي لما بنقابل حد او لما بنقعد مكان حد او حتى على السوشيال ميديا، مشاعر بتجينا من اشخاص من اشياء بنشوفها واحنا مش على وعي. وعشان كده ضروري نتعلم نتجنب التبادل الطاقي اللي بيحصل لنا كل يوم واحنا مش واخدين بالنا، ولما يحصل كمان نتعلم نتخلص منه. اول شيء لازم نتعلمه هو نتعلم نتجنب البوس والاحضان والتقارب الجسدي ما بيننا وما بين الاشخاص، لانه غالبا بعد ما بنبوس او بنحضن شخص بيحصل تبادل طاقي ما بيننا وما بينه. احيانا بتبقى مشاعره سلبية انا بحصل عليها، واحيانا بيبقى مشاعري ايجابية بتروح عنده، وبنتبادل المشاعر بالشكل ده او العكس صحيح. ولو نفتكر افضل فترة احنا اتعلمنا فيها نتباعد جسديا او نسلم عن بعد هو الكوفيد او كورونا، فخلينا نرجع مرة تانية نسلم من بعيد ونقابل بعض بملامح لطيفة من غير ما نقرب كتير على بعض. قبل ما نقعد على كرسي تعالوا ننظف الكرسي او المكان اللي هنقعد عليه، سواء كانت في مواصلات او في مكان غريب او حتى في البيت. بايدينا بننظف المكان بالشكل ده بنية ان احنا بنتخلص من طاقة الشخص اللي كان قاعد على المكان، وفي الحالة دي بنقعد بكل امان من غير ما يحصل تبادل طاقي ما بيننا وما بين الشخص اللي قدامنا. واذا حسينا انه في مشاعر سلبية فجأة من غير اي مقدمات بيتهجم علينا او بتطاردنا، خلينا نسأل نفسنا سؤال: المشاعر دي مشاعري انا؟ هل المشاعر دي مشاعري انا؟ السؤال ده مهم جدا لانه بيحدد المشاعر وبيحدد هي جاية منين، او على الاقل بيأكد لنا ان المشاعر دي مش مشاعرنا، فمش لازم نتوجع بيها او مش لازم ان احنا نحتفظ بيها. وفي الحالة دي نقدر ناخد شاور بارد لمدة دقيقة واحدة بنية ان احنا بنتخلص من المشاعر السلبية اللي هي مش لينا او اللي تم التبادل بيها مع شخص تاني. واخيرا وفي نهاية اليوم ضروري نعمل تمرين تنفس عميق لمدة دقيقتين شهيق وزفير، ونحط ببالنا ان احنا نرجع الطاقات السلبية اللي جاتنا من ناس او من اماكن او من مواقف اثناء اليوم، ونرد لينا طاقتنا الحلوة الايجابية الجميلة. وبالطريقة ديت بنحمي طاقتنا اذا حالتنا ضعيفة، وبنكتسب طاقتنا الايجابية وبنتجنب التبادل الطاقي بكل سهولة. والفيديو ده انا عملته النهاردة لاني بحبكم كتير.